فذهبت إلى أحد أمراء بني أمية وطرقت الباب. خرج أحد الخدم: ماذا تريدين؟ قالت: أريد سيدك. قال: من أنت؟ قالت: أخبره أني أخته. الخادم يعلم أن سيده ليس له أخت، فدخل إليه وقال: سيدي، امرأة تدعي أنها أختك. فقال: أدخلها. فقابلها باشا هاشا وقال: من أي إخوتي أنت يرحمك الله؟ قالت: أختك لآدم. قال: رحمة مقطوعة، والله لأكونن أول من يصلها. بالله، اسمعوا ماذا قالت المرأة لنتعلم الأخلاق في الطلب وأدب الطلب. قالت: أيها الأمير، ربما يخفى على مثلك أن الفقر مر المزاق، من أجله وقفت مع زوجي على باب الطلاق، فهل عندكم شيئا ليوم التلاق؟ فما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال: أعيدي. قالت: ربما يخفى على مثلك أن الفقر مر المزاق، من أجله وقفت مع زوجي على باب الطلاق، فهل عندكم شيئا ليوم التلاق؟ فما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال: أعيدي. فأعادت، ثم قال في الرابعة: أعيدي. قالت: لا، حسبك، أظنك قد فهمتني. وفي الإعادة مزلة لي، وما اعتدت أن أزل نفسي لغير الله. قال: والله ما أعجبني إلا حسن حديثك وأدب طلبك، ولو قلت ما قلت ألف مرة لأعطيتك عن كل مرة ألف درهم. ثم قال لخدمه: اعطوها من الإماء 10، ومن العبيد 10، ومن الجمال 10، ومن النوق 10، ومن الغنم ما تشاء، ومن المال فوق ما تشاء، لنعمل شيئا ليوم التلاق، فما عندنا ينفع.